السلام عليكم. انت مالكش سلام عندنا. ليه بس يا معلم جحش؟ ده السلام لله. ايوه اخويا، استهبل بقى ورقعني المهموز. استلقى وعدك احلو. طيب احسن يا معلم جحش، وبعدين انا ما اذيتش حد فيكم. وقفلك للبوظه وخراب البيوت ده، مش مصالح دي بتاعت ناس وانت بوظتها. انا ماليش دخل في اللي حصل، البوليس هو اللي عمل كده. ما هو بعد انت ما سخنته وراح داخل وقلب لي البوظه عليها وطيه، انت حكمت على روحك بالاعدام. الله يسامحك، يلا كل واحد يروح لحاله. وكمان مش عاجبك كلامي، الشاهد على روحك، استلموها رجاله. سيب ايدي. الستات والناس تشوف، والناس كلها تعرف ان الراجل ده الراجل هلسي، لا هو صالح ولا بتاع. ساعتها ما حدش هيقرب ناحيه دكانته، وزباينه ساعتها هيسيبوه ويبقوا زباين. الله الله، ايه حيلكوا حيلكوا؟ انتوا فاكرين الحكايه ايه؟ ده الحاج صالح، ها، اللي الناس كلها بتتحكى بايمانه وتقواه. بقى بالبساطه دي هيجي هنا ويقعد القعده دي؟ ما انتوا حاولتوا قبل كده ومفيش فايده. معاك حق، المساله دي بقى بالذات عايزه تكتيك وتدبير وترتيب. بقول لك ايه يا مرسي، المساله دي محتاجه واحده ست. ما قلنا ملوش في السكات يا اخوانا. انا سمعتهم بيقولوا ان مراته تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك. وماله الحلو في احلى منه؟ لا لا يا فتوح، إلا سيدة. سيدة دي أجمل ما رأت عيني، أجمل ست في الوجود. مالك يا مرسي؟ مالك بتقولها وأنت هيمان كده؟ أنا بقول الحق يا فتوح. الله 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 الله.
انت تعرفها يا مرسي؟ زمان شفتها مرتين، مرة وهي خارجة من بيتها، والمرة التانية بقى كانت عند عزوز السايغ بتشتري أساور. حلوة يا مرسي. إلا حلوة، ده جمالها يطير النافوخ. بس أنا سامع إنها مخطوبة لصالح ابن عمها. مين قال الكلام ده؟ مش فاكر، بس الكلام ده أنا سمعته. تلاقيه إشاعة. أيوه إشاعة، وتلاقي صالح بنفسه هو اللي مطلعها عشان محدش يتقدم لها. على العموم يا خبر، النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. ومين قال ان انا استنى لغايه بكره؟ انت عايز تطيرها من ايدي؟ الله، ده انت ناوي بجد بقى يا مرسي؟ طبعا يا حبيبي، ده جواز مش هزار. ايوه يا عم، مين قدك؟ مال وجمال. المال ميسوره والحمد لله، لكن الجمال ملوش نظير. يا بخت اللي حكم نصيبه. على العموم مبروك يا سيدي مقدما. ايه مالك يا مرسي، سرحت مننا ليه؟ ايوه سرحت، سرحت في كلامك. كلام سالم صح يا فتوح، احنا لازم نعمل فيه مغرز ونجيبه لحد هنا برجليه من غير ما يضرب، وفضحته توصل لمراته. ومراته ايه دخلها في الموضوع؟ فاكراه يا ما هنا ما هناك، فاكراه يا راجل بركه. انا بقول احسن نجيب سمعته الارض بين زباينه. وده كمان هيحصل، احنا هنخليه ما يرفعش راسه تاني ابدا. تمام، هو ده. شفتي شورتك يا فتحية؟ بالذمة مش خسرت الفلوس اللي اتدفعت للولية النصابة بتاعتك دي؟ أنا قلبي ما كانش متطمن لها. والله أنا خايفة، خايفة ليكون العيب مش من الحاج زي ما قالت. هي أصلها قالت لي إن حكايتك متعقدة تسع عقد، وكل عقدة هتاخد وقت على بال ما تتحل. تفضل. يا سلام، وعبال ما تتحل التسع عقد ويجي الفرج يكون العمر راح. ألف بعد الشر عليك يا حاجة. لا 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 لا، ده أنا هقب واختص وادور لك على واحدة تانية. ولا تانية ولا تالتة، أنا يا اختي حرمت خلاص. قال على رأي المثل، اللي تقرصه الحية يخاف من الحبل. ما هو برضو ما يجراش حاجة لما تجربي واحدة واثنين وتلاتة، ما هي مش كل بيعة من أولها بتطلع دهب. مش هتخسري حاجة يا حاج، ولا انت عايزة تخسري الحاج؟ ايه كلامك المسخ ده؟ ما تفسري، اخسره يعني ايه يا ولية؟ يعني لا مؤاخذة في دي الكلمة، ممكن تلوف عليه واحدة تانية مش احلى منك فشر، عمرها ما هتبقى احلى منك. لكن اهي ممكن تجيب له حتة العيل اللي قلبه متشحتف عليه. ده انت مخك راح لي بعيد قوي. الحاج صالح، الحاج صالح مش من السنفدة. طب ده نبصم بالعشرة دول ان الحاج صالح بيحبني وبيدوب فيا. ده لا يقدر يسيبني يوم واحد في عمره ولا غيب عن عينه. وهو عمره ما جي على باله موضوع الخلفة ده، غيرش انا بس اللي عايز اسعده كمان وكمان. يا اختي بري من الرجاله بري يا اختي، ده الدقي على الودان امر من السحر يا حاجه. ده انا بروح للحاج في الوكاله كتير قوي، بلاقي عنده النسوان اشكال والوان بيلفوا ويدوروا حواليه زي الدبان. مصيره يا اختي يعطر في واحده تجيب له العيل. عيل ايه ده بدل العيل عشرة؟ مش الولية النصابة بتاعتك دي قالت بلسانها ان العيب منه؟ ده هي اللي بتقول، لكن هو في حل باله فاهم ان العيب منك انت. بعدها لك يا فتحية، انت ليه عايزة الفار يلعب في عبي؟ قال على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان. بقولك ايه يا حاج، تعالي انزلي معايا وانا اوريكي بعنيكي.